سكر سكر أزمة سكر 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 أزمة سكر ده دمه يلطش. طب قولي لي، هو ورث منكم قد ايه؟ يعني مش عارفه، حاجه بتاع 100 مليون. طب ايه رايك تتجوزيهولي؟ واوعدك مش هتشوفي وشه تاني ابدا. انا ما عنديش مانع، بس هقطع علاقتي بيه. وانا ما عادي يا سيدي، مفتاح الفيلا والعنوان زي ما وصفته لك. ما تقلقش عليا يا بابا، ده انا حس. ما تخلص يا بنت برتوار، خلينا ننزل بقى. انا كان لي عندك خدمه صغيره يا حسام. امر يا بروف. عايزك تاخد ماما وتنزلها البحر وتغرقها وليك الحلاوه. عينيا. بقول لك ايه يا بابا، انت مش قلت لي ان في واحده اسمها الدكتوره وصال هتمسك الصيدليه فتره بالليل؟ ايه ده، هي ما استلمتش لغايه دلوقت ولا شفت خليتها؟ طب ما قلتش ليه؟ هو انت فاضيلي يا بابا؟ ما انت الموزز واخده كل وقت. طب وطي صوتك، مش ناقص ادفع غرامه تانية. كفايه تمن الفيلا اللي دفعته من دم قلبي. انا جاهزه.
زي ما قلت لك يا حسام، عايزك تبسط ماما على الاخر وتنزلها البحر. يا خسارة يا خسارة يا عزومتي انك انت مش جاي معانا. عندي شغل كتير يا حبيبتي، بس باذن الله المره الجايه هاجي معاكي. خلاص يا حبيبي، المره الجايه ان شاء الله نسافر انا وانت لوحدينا، نعمل شهر عسل من اول وجديد. شهر عسل انا اللي جبته لنفسي. استاذه هناء، في طلبات محدده ولا نشتغل احنا؟ لا لا لا، اعمل معاينه براحتك خالص وشوف ايه المطلوب. من الاخر يا باشمهندس، الفيله مجروحه، يعني كل من هب ودب ممكن في ثانيه واحده يبقى جوه في الفيله. استاذ سكر ما تقلقش، انا هعمل لك الفيلا كويس، وبعد كده مفيش نمله هتدخل الفيلا عن اذنك. اتفضل. وبالك اول راجل ده، نمله ايه اللي مش هتقدر تدخل؟ لا بس دي شركه امن ممتازه وعامله لنا نظام سكيورتي في المصنع هايل. هيا نونا. هيا شيري وحسين. مين الناس دي؟ دول شركه سكيورتي جايين عشان يامنوا الفيلا. ايه ده، مين اللي جابهم؟ اصلني لما كلمت انت الميك... ايه خليك في حالك. اصل المتر شفيق لما عرف بحكايه السرقه قرر ان هو يجيب الشركه دي عشان يامنوا الفيلا. اسكتي يا هناء، انا من ساعه اليوم المنيل ده وانا ما بقتش بعرف انام غير وباب الاوضه مقفول عليا بالمفتاح. من النهارده نامي وباب الاوضه مفتوح، حط في بطنك بطيخه صيفي، مفيش نملي هتقدر تدخل الفيلا. بقولك ايه يا هناء، ما تيجي نخش جوه لحسن، الجنينه بقت بتلم والوقفه بقت خانقه. خلاص يا هناء، خدي شروت شروت بيضه وحلوه وممكن تاخد ضربه شمس تفلق لها دماغها، وانا هقف هنا مع رجال السكيورتي. فين رجال السكيورتي؟ ده بني ادم خنيق. حرام عليكي، ده طيب خالص. ايه مشغول يا عزومتي؟ وحشاني، تعالي. ازيك؟ بطل بكش بقى، لما انا وحشتك ما اتصلتش بيا امبارح ليه؟ مشاغل، مشاغل الشغل ومشاغل كوكب. قولي عملت ايه مع شفيق؟ عيب عليكي تساليني سؤال زي ده. يعني خلاص وافق على المصنع الجديد؟ طبعا وافق. الا اللي خلاني قدرت على كوكا مش هقدر على شفيق. يعني هننزل عقود قريب؟ يوم الخميس الجاي، وبكده انا متهيألي عداني العيب وفتحت لكم باب المصنع بتاع محرم على الاخر عشان تدخلوا. ما تتصورش مستر جو هيفرح قد ايه. ربنا يفرحوا اكتر واكتر، بس المهم ان يفرحنا معاه برضه. ما انت زي ما فتحت لنا باب المصنع احنا كمان هنفتح لك حساب في بنك في لندن. هو ده الكلام. بقول ايه، ما تيجي نقضي ديوز. طب والشغل؟ شغل شغل ايه؟ انت صدقتي برضه فرع الشجر ده لازم نبعده عن السور، لان وجوده كده امنيا خطر، ممكن حد يشعل عليه ويدخل الفيلا. والحل يا باشمهندس؟ للاسف هنضطر نقطعه. ونقطعه ليه؟ حرام، ما نبعده احسن. ده فرع تخين ومحتاج ونش عشان يحركه. الونش موجود، انت جيت في جمل. يا ريكو، تعالى يا ريكو. ايوه يا استاذ سكر. اهو ريكو ممكن يبعد لك الفرع عن السور، ولو عاوزه يبعد لك السور نفسه ما عندوش مانع. يلا يا اخ ريكو، يلا يا رجاله ساعدوه. يلا يا ريكو. اخلص يا ريكو، اخلص. خد بالك يا ريكو، اوعى الفرع يقع على السور، وقعوا على الباشمهندس ورجالته احسن. يلا نعاين بيت الفيلا. احسن ريكو. احسن ريكو. ريب. بقول لك ايه يا ريكو، هي المجانس والحاجات يعني اللي طالعه لك في رجلك يعني ودراعاتك وصدرك دي يعني طلعت لك فجاه كده ولا انت اتولدت بيها؟ لا انا اللي عملتهم. عملتهم فين؟ عملتهم. عملتهم عموله يعني؟ عملتهم فين؟ في الجيم. ايه حضرتك ما تعرفش الجيم؟ خليك حساس يا ريكو، يعني ايه ما اعرفش الجيم؟ طبعا عارف، مكان بتمارسوا فيه الرياضه. بالظبط كده. يعني لو رحت الجيم ممكن تطلع لي يعني بلاوي زي اللي طلع لك دي؟ ممكن، بس المهم يكون عندك استعداد، الموضوع مش سهل. انت هتكبر الموضوع ليه يا ريكو؟ وانا هعمل ماجستير في العضلات. ما الحكايه مش الحديد وبس يا استاذ سكر. بقول لك ايه يا ريكو، اخلص. ازيك يا سكر؟ وحشتني يا سكر، وحشتني وحشتني ايامك. انت لسه قاعد في الليفنج؟ ليفنج ايه يا غزال؟ الليفنج دي مرحله وراحت لحالها، انا دلوقتي مقيم في فيلا عمي. والا حلوه
ده حاجه ولا في الخيال. اوصف لك ايه ولا ايه يا غزال؟ فيلا ايه؟ فيلا عوض خليل دي تعتبره ايه مرحيد عمه بالنسبه للفيلا بتاعتني. الموضوع كبير قوي يا غزال، دي الجنينه لوحده يجي لي يجي 10 فدادين، ده انا بفكر ازرعها موالح. ما شاء الله ولا يوعى الا بالله، انت ابن حلال يا سكر وتستاهل كل خير. اني اخباري زفت يا سكر، اني اترفدت من المدرسه، الراجل السوي اللي اسمه عوض فضل حاططني في دماغه من ساعه اليوم الاسود اللي وقفت فيه معاك قدام البلدوزر، وقام فاقعني مهموس في الاداره التعليميه، واداني استماره 6 يا سكر. يا سكر اعمل ايه دلوقتي؟ حتى الفرقه العجر الحساله اللي لمتهم الغيطان كانوا صيع، قطع لقيتهم بي، قال ايه؟ خفيف من سياده النائب. انا تعبان يا سكر، انا بقيت زي الغزال الشارد هايم على وجهه في وسط الغيطان. قطعت قلبي يا غزال، بس ما تقلقش انا مش هتخلى عنك، انا هشوف لك شغلاني عندي في المصنع. اي نعم انا لسه ما استلمتش المفتاح، بس انا هتصرف، وخلي عوض خليل يتلفح بسلمون القماش، سيبها له مخدره. عيب كده ما تقولش ده انت اخ، ده انت عزيز عليا يا غزال. هو انا انسى افضلك علي؟ انسى ال 78 جنيه اللي انت زللني بيهم؟ يا جدع ده اني بهزر معاك، بهزر معاك يا غزال. طب يا غزال انا هقفل معاك دلوقتي عشان اتخنقت منك، وعشان فيه تحركات غريبه في الفيلا. ايوه يا استاذ، مين حضرتك؟ انا الدكتور فيصل عبد الصمد. دكتور ليه كفاله الشر؟ انا كنت استنى. ايوه يا ست خيريه، في حد من البنات تعبان؟ يعني كلهم كويسين؟ وانت كويسه وبخير؟ طيب مع السلامه انت دلوقتي، انا بره في الجنينه. يظهر ان حضرتك غلطت في العنوان، ما عندناش حد تعبان، شوف الفيلا اللي قبلنا. انا دكتور بطري. خلاص، شوف الزريبي اللي بعدين. زريبي ايه يا استاذ؟ انا دكتور بوتشي. انت هتلخبطنا ليه يا حضرت؟ مش لسه قايل انك دكتور فيصل؟ انت فيصل ولا بوتشي؟ يا سيدي انا الدكتور فيصل، دكتور بوتشي. بوتشي؟ ما عندناش حد بالاسم ده. دكتور فيصل، دكتور فيصل هاي، اتفضل حضرتك. بوتشي. حلوه يا دنيا، حلوه كده، عمري ما شفت حلوه كده. ازيك يا غزال، اخبارك ايه؟ يعني انت مش عارفه اخبار يا ست نوري؟ انا هعرف منين؟ إيه؟ انا اترفدت من المدرسه. ليه يا غزال؟ مين اللي عمل فيك كده؟ اسالي سياده النايب. وهو ماله بابا؟ والله ما اعرف يا ست نوري، سايب مشاكل المجلس ومشاكل البلد وحاطط انا في دماغه، ما اعرفش ليه. يبقى اكيد في سوء تفاهم يا غزال. ولا سوء تفاهم ولا حاجه، هو اكيد السوي اللي اسمه طلبه دي لعب في دماغه. خلاص ما تقلقش، انا هكلم لك بكره. ولا تتعبي نفسي، ولا تتعبي نفسي خالص، انا خلاص ههاجر من سلمون القماش. هتهاجر وتروح فين؟ ربنا يكرمه سكر ويخليه ليا، هشوف له شغلانه عنده. سكر؟ هو صحيح اخباره ايه؟ ما اقدرش اقول لك سكر بقى ايه دلوقتي، ما يحسن الملل لاصحابه. لا عشان خاطري قول. سكر عايش في قصر، قصر ايه؟ فيلا كده اكبر من فيلا تابوكي يجي 6 7 مرات، وفيه جنينه واسعه قوي يرمح فيها الخيل، ده غير حمام السباحه، حاجه كده قد ترعب بلدي. وكمان حمام سباحه؟ ايوه، ده عنده بلازم كمان. غزال هو ما بيسالكش عليا يا غزال؟ اكدب عليك لو قلت لك اه، هو يا عيني مشغول لشوشته، الله يكون في عونه، كفايه عليه المصنع، دواء كحه داخل ومضاد حيوي خارج، الموضوع كبير قوي يا ست نوري، مش تقولي لي مضرب رز. يا ريت يا غزال لما اتكلمه سلمني عليه، قول له ان هو وحشني قوي. سلام. اتفضل. شكرا يا غزال. مع السلام. الله يسلم. مع السلام. بقى حتة الزبدة دي بنت انهار وعوض، اللهم الاعتراض. ايه دي يا فتحي؟ سايب البوابة مفندقة كده، وكنت فين؟ كنت في الحمام.
طب يا سيدي من هنا ورايح لما تحب تدخل الحمام وتبقى مزنوق ما تسيبش الدنيا كده يستدح مداح. حاضر. مش كفايه الحرامي اللي نط من على السور ووصل لحد اوض البنات وانت قاعد ولا على بالك؟ ما تفكرنيش يا استاذ سكر، انا لغايه دلوقتي مش عارف ابن الهرب ده دخل الفيلا ازاي. طب يا اخوي اقعد هنا ما تتحركش وانسى حكايه الحمام دي خالص، واعمل حسابك الجماعه بتوع السكيورتي هيجوا يركبوا الحاجات اللي اتفقنا عليه. حاضر. رايح فين يا استاذ سكر؟ داخل الحمام. هو انا مش بني ادم؟ شكرا قوي يا دكتور. ما تقوليش كده يا بنت، انت عارف انا بحب بوتشي قد ايه. يعني حرارته هتنزل؟ انت بس اديله الانتيبيوتيك، شاور ميه ساقعه، ويا ريت تسمعيه مزيكا هادي، هو هيبقى كويس ان شاء الله. متشكرين قوي يا دكتور فيصل، ما نجيلكش في حاجه وحشه، ربنا يجعل الشفي على ايديه. ده انت بتكسب ثواب في كل كلب بتعالجه، لان دي حيوان اخرس لا يعرف يشتكي ولا يقول اه. مين ده؟ سام وان سكر لازم. ما تنسيش يا بيري، شاور ميه ساقعه، الانتيبيوتيك، تسمعيه المزيكا الهاديه. سلام. مزيكا هاديه؟ هو عيان ولا بيحب؟ اخبار بوتش ايه يا ست خيريه؟ الحمد لله، احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده كان زي النار. تلاقيه رمرم كده ولا كده؟ رمرم ايه يا سكر؟ ده ليه اكل مخصوص؟ ده انا لو اديته حته لحمه ولا حته فرخه من اكلنا كانت بيري طينه عشتي، وانت شايفها متعلقه بيه قد ايه؟ انا مش عارف هي متعلقه بيه على ايه؟ ده انا كنت فاكرها ايه شايله كيس قطن مش كلب. تعالي شوفي الكلاب حدانا في البلد، دول بياكلوا البني ادمين. وطي صوتك هتسمعك، الحكايه مش ناقصه يا سكر. ده خيريه. ايوه. تعالي يا داد. حاضر. بقولك ايه يا ست خيريه؟ نعم. اوعي تقولي لها مش هنخسر بعض عشان حته الكلب. حاضر يا سكر. البوتش قال انا 100 مره منبه عليكي وما تنطقيش اسم الولد ده على لسانك. وبعدين ايه اللي خليكي تقف تتحدثي مع الولد الهايف ده اللي اسمه غزال؟ وفيها ايه يعني يا بابا؟ كان بيشتكي لي من حضرتك عشان رفضته من المدرسه. ايوه رفضته. واي حد له علاقه بالولد اللي اسمه سكر ده انا هقطع رجله من البلد. وانا هنا ورايح مش عايز حد يتكلم في الموضوع ده تاني، فاهم ولا لا؟ في ايه؟ مالك يا عوض؟ في ايه؟ مالك يا اخويا؟ طايح في البيت كده ليه؟ عشان ما بحبش اسمع سيره الولد اللي اسمه سكر ده هنا. كل ده عشان وقف قصادك قدام اهل البلد يا سياده النايب. ما تلاقيش بالكلام يا انهار ويكون في علمك انا مش هيداري بال لما هدي بيت سكر على دماغه واجيب مناخيره الارض. يا اخويا بدل ما تجيب مناخيره الارض حطه في عبك، ده الواد بقى كومه فلوس يغور بفلوسه. وبعدين ايه اللي مقعدك في البلد لحد دلوقتي؟ خد بنتك يلا واطلع على المنصوره. حاضر، بس اعمل حسابك بقى ان انا هاخد نوره وانزل على مصر اخر الشهر عشان اجيب فساتين لفرح بنت اخويا. ايوه ما هو ده اللي انا باخده منك انت واخوكي. شوف الراجل يا حاج عوض. يا حاج عوض نسيتوا تعمل عود؟ في ايه يا طول؟ الواد زين وما لقيتش وافق يبيع الرفين بتوعه. خلص معاه ودي عاوزه سؤال. خلص طبعا. دلوقتي فاضل لنا كام حته؟ التلات عريض بتاع عرابي والفدان بتاع ام سندس. هي الوليه دي لسه عايشه؟ امال جوزها وابنها وبنتها ماتوا وهي لسه متفته في الارض زي الجدر. خلص معاها باي شكل. أنا عايز أرمي أساس المشروع ده قبل ما دورة المجلس تخلص. إن شاء الله هيحصل وهتكسب الدورة الجاية بإذن الله. هم هيلاقوا نايب أحسن منك يمثلهم في المجلس الموقر، وساعتها بقى أنا اللي همسك لك الحملة الانتخابية، مش كده ولا إيه؟ بقولك إيه يا نورة؟ هو سكر عنده موبايل؟ يا ماما بقولك قاعد في قصر، تقولي إيه عنده موبايل؟ طبعًا عنده موبايل. طب ما تجيبي نمرته من غزال اهو برضو نطمن عليه. انت عايزه بابا يطين عشتنا؟ وايه اللي هيعرف بابا بس؟ طب افرضي عرف، ابقى ساعتها يا ستي هتصرف معاه. بس اكيد يا ماما سكر زمانه زعلان مننا وشايل في قلبه من ساعه ما بابا ما طرده من هنا. يا نورا سكر بيحبك واول ما يسمع صوتك هينسى كل اللي فات. تفتكري؟ تشرب ايه يا عم مصلح؟ اشرب فخفخينه لو سمحت، 2 عصير قصب. انا مش فاهم يا سكر، ايه اللي طلعها في دماغك تشتري كلب لبيري بنت عمك؟ اصلا لاحظت ان بيري بتحب الكلاب. هي فعلا بتحب الكلاب، ما هي مربيه كلب. وهو السحليه اللي عندها دي بتسميه كلب؟ انا عايز اجيب لها كلب يملى العين، اهو منه تلعب بيه ومنه يبقى حراسه للفيلا. والله انت صعبان عليا يا ابني، بتعمل المستحيل عشان خاطر بنات عمك وهم ولا سالين فيك. انت هتقفلها في وشي ليه يا عم مصلح؟ خليك متفائل، تشرب كمان عصير قصب.
اشرب مانجا. هات له كمان عصير قصب. اي خدمه بوات؟ عايزين كلب لو سمحت. كلب ايه يعني؟ كلب، كلب من اللي بيهوه. ايوه، ما الكلاب انواع، في كلب حراسه، كلب فرقعات، كلب مخدرات. لا الحمد لله، احنا مالناش في المخدرات، احنا عايزين كلب حلو كده ومقصل وهو منه حراسه ومنه نفرق بالعيال. طلبك عندي يا استاذ، انت ابن حلال. عندي كلب بيور مواصفات حكايه وكان بطل العالم. وايه اللي حصل له؟ اعتزل. تعال شوف. اتفضل معايا. الكلب ده رؤى وكان بتاع ناس هاي قوي، وبصراحه كده تبقى محظوظ لو طلع من نصيبك. وده كان بطل العالم في ايه؟ في العد ولا الجري؟ في الشكل والمواصفات. قلت ايه؟ ما تقول حاجه يا عم مصلحي، هو عصير القصب عمل لك هبوط ولا ايه؟ بس على فكره شكله مش عاجبني، اللون بتاعه كده. لا مفيش الوان تانيه. الوان تانيه ايه يا عم الحاج؟ هو احنا بنبيع مليات سرير؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم مصلحي؟ معلش اصل ملوش خبره في الكلاب، بس ما اضحكش عليك يعني، اللون الاسود ده يجيب اكتئاب. ما تشوف لنا كلب تاني كده يكون لونه فرايحي. فرايحي؟ شكلكوا كده هيعصبني. ما تعصبش نفسك، ما اسكت يا عم، اسكت يا عم مصلحي. الراجل اللي عصب وانت الكلام افضى وعطى. طب والكلب ده من الاخر كده يعني بالصلاه على النبي يقطع كام؟ 3000. 3000 ايه؟ هو ايه اللي ايه؟ ب 3000. نوع العمله ايه يا استاذ؟ نوع العمله ايه؟ اصل مش ممكن يعني يكون ب 3000 جنيه. ايوه ب 3000 جنيه. كلب ب 3000 جنيه ليه؟ شايفنا مركبين ريش. اسكت يا عم مصلحي، اسكت اسكت اسكت، هدي نفسك يا استاذ. طب من الاخر يعني ال 3000 دول يعني ما يتهزوش؟ يتهزوا لحد فين؟ والله كلك نظر. وبعدين حطه في الحسبان ان الكلب ده كان عند ناس، يعني خارج بيت، كلب يزد. خلصني. هتدفع كام؟ من الاخر كده وعشان تبقى مرضي وما نبقاش جايين عليك، احنا هندفع 120 جنيه. يلا يا اولاد الكلب. يلا يا اولاد الكلب. هنية عندها 3 بنات وولدين، جوزها سافر ليبيا من 3 سنين وما تعرفش عنه حاجه لحد دلوقتي، وساب لها ايراد وبيت صغير يا دوب يلم هنية وعيالها الخمسه. وقفت ليه يا زياد؟ مش عارف يا ماجي، الفيلم محتاج شغل كتير. شغل ايه تاني يا زياد؟ احنا عاملين ماتريال يعمل 3 افلام. ايوه بس الحالات اللي احنا واخدينها مش كفايه، احنا محتاجين نعمق الفكره اكتر من كده. انا شايفه ان احنا صورنا مع حالات كتيره جدا كلها بتدور في نفس الاطار ونفس النتيجه، ان الفقر هو السبب في ان الايالي بتشغل بناتها في خدمه البيوت. ايوه احنا اهتمينا بالسبب بس ما رحناش ناحيه النتيجه. يعني ايه؟ ما عرفناش البنات دي حصل لها ايه لما اشتغلت في البيوت، خصوصا ان اغلبهم سنهم صغير. يعني البنت بتخسر اهم مرحلتين في حياتها، الطفوله والمراهقه. بالظبط كده. ها عندي حق ولا لا؟ عندك حق. تحب نصور امتى؟ لا احنا نعمل الاول سيرش على الحالات وبعد كده ننزل نصور. ازيكم يا حلوين؟ ايه يا ايتن انت اتاخرتي كده ليه؟ كان عندي مشوار مهم يا ماجي. بقولك ايه؟ ها زياد عنده ليكي مفاجاه هايله. ايه خلصت الفيلم؟ لا هنبتدي نصور تاني من الاسبوع الجاي. وانا بقى بفكر اقطع علاقتي بيكم انتوا الاثنين. ايوه يا استاذ سكر سامعني؟ ايوه يا فتحي. الجماعه وصلوا. واكدت على الست خيريه؟ ايوه يا استاذ. علم يا فتحي وجاري التعامل. دادا يا فوتشي تمر بحاجه ست خيريه؟ شاكرين قوي يا عصام. هتنزلي النهارده بالليل يا انسه بيري؟ مش عارفه يا عصام. يعني اقعد ولا امشي؟ لا امشي، زق عجلك انت. يلا بالسلامه. طب يلا السلام عليكم حبيبتي. ايه هشيش بوتشي قوي قوي يا ديت. يلا روحي بس حي شويه. ايس يلا يا فوتشي. وقبل ما اجهزك الغدا يلا اجري اجري. ازيك يا بيري؟ هاي. عامله ايه في المذاكره؟ كويسه. محتاجه اي مساعده؟ هو انت متعلم؟ انا معايا معهد فن تجاري. معرفوش. عموما لو احتجت اي حاجه انا تحت امرك. ميرسي عن اذنك. بقول لك ايه يا بيري؟ هو انت مش عايزه تغيري؟ اغير ايه؟ الكلب الصغير ده
قدسي؟ لا طبعا، ده حبيب قلبي. يا بيري انت كبرت دلوقتي وبقيت عروسه ومحتاجه كلب كبير تاخده وتدي معاه في الكلام. ايه اللي انت بتقوله ده؟ باي باي. استني يا بيري، رايحه فين؟ استني، ده انا عامل لك مفاجاه. يا ريكو. ايوه يا باشا. هاتوا يا ريكو. اجيبه يا عم؟ جيبه وخلصني. يعني اجيبه يا عم؟ جيبه، الله يخرب بيتك. ايه رايك في الوحش الكسل ده؟ مين عارف ده؟ طلعوا الكلب ده بره. بره ايه؟ ده انا جايبه عشان سامحنا يا بوتشي. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى عليا، ومش انا اللي اجري واقول عشان قدر ولا ليا حق معاك. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى عليا. بس مش معنى كده ان انا متضايق، لا هو الصراحه يعني انا زي ما تقولي كده قلقان شويه، وعشان ابقى صريح معاكي انا قلقان جدا. ليك حق طبعا تقلق، خصوصا انك راجل مخلوع وعايش لوحدك. بس اعمل ايه يا دكتور؟ انا تعبانه، تعبانه قوي. وتعب حضرتك ده من انهي نوع؟ لا 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 أرجوك يا دكتورة، أرجوك بلاش عياط، بس أنا ببقى ضعيف أوي قدام الدموع. أنا لا أسفة يا دكتور، بس صدقني أنت الإنسان الوحيد اللي أقدر أتكلم معاه. وأنا ما عنديش أي مشكلة، اتكلمي اتكلمي براحتك يعني، بس أرجوك من غير عياط. بس أنا عندي مشكلة. خير؟ خمسة كلينكس؟ لا، رجلي لملت من القعدة على الصندوق ده. ينفع نتكلم في مكان فيه كراسي؟ للأسف أنا ما عنديش كراسي من أي نوع، المفترية أصلها خدت العفش كله، ده حتى الكرسي اللزاز اللي أنا ورثته عن المرحوم أمي خدته. طب ممكن نقعد في مكان برا؟ برا فين؟ في كافي، مكان جميل وهيعجبك وفيه كراسي. لا، ما دام في كراسي يبقى غير هدومي واجي معاكي. إيه بتعمل إيه؟ هغير هدوم. هو المكان مش عندك؟ لا لا بالعكس، لا معلش، لا الحمد لله مش هي، المكان كويس، بس انا اصلي قلقان لا سحر تكون موجوده هنا بالصدفه يعني وتشوفني. وانت لسه بتحبها؟ لا اطلاقا. احبها ايه؟ ده انا بكره كره العمى. بس الصراحه يعني انا خايف تستغل فرصه عدم وجودي في البيت وتروح تسرق حاجه تانية. هو انت عندك حاجه في البيت تسرق؟ امال مش في اللابتوب والسبرتايه؟ بس ما قلتليش يعني ايه هو الموضوع الارجنت قوي اللي خلاكي تجي لي البيت يعني في وقت غير مناسب؟ الظلم يا دكتور، انا اتظلمت وانت الوحيد اللي هتحس بيا لانك دقت مرات الظلم. ايه ده، انت جوزك طلقك؟ انا مش متجوزه اصلا. يا عيني يا بنتي. يا دكتور ما تركز معايا شويه ارجوك. اوكي اوكي اركز، بس قولي لي ايه نوعيه الظلم اللي انت تعرضتي له يعني؟ المشكلة اللي حصلت في المصنع وقرار إيقافي عن العمل. لا يا دكتورة، اللي حصل ده اسمه إهمال جسيم واستهتار بأرواح المرضى. أنا لو ليا كلمة كنت رفدتك من المصنع ووقفتك عن ممارسة المهنة دي نهائيا. كفاية كفاية، حرام عليك. لا لا يا دكتورة،
وعيد تخيلين دموع التماسيح دي هتأثرت فيا يعني. لك حق طبعا تشوفني زبالة، بس انت لو تعرف الحقيقة هتاخدني في حضنك وتطبطب عليا. مش انا تاخدك في حضني دي ما فيهاش مشكلة، انما ايه هي الحقيقة اللي هتخليني اطبطب عليكي؟ ان اللي حصل ده لا كان استهتار مني ولا اهمال. والايه عملتي مزاج يعني؟ لا غصب عني، اوامر من فوق. انا مش شايف حاجة. فوق فين؟ صباح الخير يا عمي. انا الحمد لله بخير. اي نعم بناتك مطلعين عيني، بس انا عشان خاطرك استحمل رزالتهم وافضل قاعد على قلبهم زي العمل الراضي. بقول لك ايه يا عم، ما تستعجل المتر شفيق في حكايه الشغل دي، انا مش واخد على قعده البيت، وبعدين انا عايز اولي الشغل في المصنع والشركه. الا صحيح يا عمي، انت بتثق في الراجل اللزج البايخ اللي اسمه عزم دي؟ انت نمت ولا ايه؟ طيب نبقى نكمل كلامنا بعدين، نوم العوافي بالاذن. انا دلوقتي عامل لي فيه ايه طفل بريء، خليت رقبتي قد السمسمه، بقى تعمل عقلك بعقل كلب قد الكف. في ايه انت بتكلم مين يا سكر؟ بكلم المدعوق اللي دفعت فيه دم قلبي، بديله كلمتين في عظمه يمكن يحس على دمه ويروح يعتذر لبوتشي. صدق ان بيري مش طايقه تشوف وشه؟ هو اللي عمله بوتشي شويه ملازم، انما ست طيبه برضه بعتتني جبت له اكل وما جابتش سيرتي. يا عم مصلحي سيرتك ايه؟ الدنيا مشاغل يا سكر مشاغل. واني كل ما اقول لك كلمتين تفقع مثلا في وشي. ابعد خلينا نشوف شغل. عم مصلحي سرب الكلب ايه بدل ما هيسربنا كلنا من الفيلا. ايه البند الغريب ده يا مدام؟ مع غريب الا الشيطان يا مدام. ايه في ايه؟ شرط جزائي 50 مليون دولار. وايه الغريب في كده يا مدام سهيل؟ ده شرط جزائي على الطرفين. اوكي بس المفروض يبقى في ثقه يا مدام. لو بتعملي معايا المشروع ده انا شخصيا مش هحط بند ذاتي، لكن انا الممثل القانوني لبنات محرم ولازم اضمن لهم كل حقوقهم. طبعا عندك حق يا متر. هما ليه البند ده لو ما كنتش كتبته في العقد كنت حطيته بنفسي. ايه خلاص اتفقتوا عليا انتوا الاثنين؟ الحق ما يزعلش يا مدام. وبعدين انت قلقانه من ايه؟ مش انت ضامنه جديه الناس دول؟ طبعا ضامنه. انت ما تعرفش قد ايه مجلس اداره الشركه يهمهم التعاون مع شركه محرم، وبيعتبروا المشروع ده مجرد بدايه لمشاريع كبيره جايه بعد كده. في حياتك ان شاء الله يا مدام سهيلة. ولا ايه يا متر؟ لا انا حمدي بالقلم بتاعي قلم قيم قوي لسه جاي لي هديه. مبروك يا لولو، قصدي مبروك يا مدام. الله يبارك فيك يا دكتور. ايه يا مروه ما تشوف لنا حاجه نشربها؟ مبروك يا مدام سهيل. مبروك لينا كلنا يا متر. وصدقني مستر جون كان بيحترم عبقرية الدكتور محرم، وكان حلمه نعمل شراكة كبيرة معاه علشان نقدر نحقق الحلم في الشرق الأوسط. وأظن جه وقت بقى إن احنا نحقق فيه الحلم ده. أدينا هندربكم في مصنع التعبئة ده وربنا يسهل بعد كده. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. اعمل حسابك يا متر هنتعشى مع بعض الليلة. أيوة الحقيقة بس. بس إيه؟ عايز تزعل مدام سهيلة ولا إيه؟ لا طبعًا، وأنا أقدر على زعل لولو. ميرسي يا متر. ألو، أنت بتتكلم من هنا سكر؟ معقول؟ طيب، خليك عندك وأنا هبعت لك. أنا سلام. في حاجة يا شفي؟ لا أبدًا، دي مشاكل عائلية. برضو ما
متجمعين عند النبي ان شاء الله. عارفين يا بنات، وانتوا قاعدين كده مع بعضيكم الفرحه ما بتبقاش سايعاني. خد يا حبيبتي. ميرسي يا دادا. بس في نفس الوقت برضه قلبي بياكلني. ليه بس يا دادا؟ حاسه كده ان انتوا بتدبروا حاجه غريبه لابن عمكم. يا دادا اوعي تقولي كده، ما تسمعي كلامي، حتى سكر ده زي السكر. بقول لك ايه يا ماجد، احنا نحط له قرش حشيش في الاوضه عنده ونبلغ عليه. تصدقي دي فكره هايله، كده يبقى خلصنا منه للابد. يا بنات حرام عليكم، ده ابن عمكم بيحبكم يخاف عليكم، ده انتوا لو طلبتوا منه يولع في نفسه عشان خاطركم هيعملها. يبقى خلاص، والنبي والنبي تقولي له يا دادا ان احنا عاوزينه يولع في نفسه عشان خاطركم. انا مش عارفه انتوا جبتوا القساوه دي كلها منين. بص يا دادا، انا متاكده ان سكر طيب، بس بصراحه وجوده هنا معانا غصب عننا هو اللي كرهنا فيه، وان شاء الله قريب قوي هنخليه يكره نفسه. وجيت الشركه لوحدك ازاي يا سكر؟ اللي يسال ما يتوهش يا مدي. ده احنا اتقدمنا قوي. لا ولسه، هو انت شفت حاجه؟ ده انا هجيب لك مصر دي من فوق ايه لتحت ايه كده؟ يعني انت بقى استغنيت عن خدماتي؟ ازاي بس، ده انت الخير والبركه يا هناء. طيب ما قلتليش بقى ايه سبب الزياره المفاجئه دي؟ اول سبب ان حضرتك وحشتني، ووحشتني قعده الليفنج، ووحشني رجب ابو كرش. خلاص. اتفق مع رجب على يوم نتعشى فيه سوا ونقعد في الليفنج، وهناء تبقى معانا. يا سلام، ده هيبقى يوم ممكن، مش كده يا هناء؟ ممكن؟ ممكن جدا طبعا. والسبب التاني؟ انت فاكر غزال؟ غزال مين؟ الواد صاحبي اللي شفته معاه في البلد، ابو ترنج معفن اللي امه عملت لك البطه. ايوه اه، ماله ده؟ الراجل السوي اللي اسمه عوض خليل دي فقعوا اسفين ورفضوا من المدرسه. ليه، هو بيشتغل مدرس يعني؟ مدرس العاب قد الدنيا. وعايز واسطه يعني عشان نرجعه المدرسه؟ لا، عايز واسطه عشان نشغله في المصنع. بس ده مدرس العاب، هيعمل ايه في المصنع؟ اي حاجه ياكل منها عيش ان شاء الله، حتى يعمل طابور الصباح للعمال عشان يبقى جنب هنا في مصر، اصل ده صعب الانتيم. احنا طالبين وظايف اليومين دول هنا. باشمهندس صلاح قال ان هو محتاج سواقين. وصاحبك غزال ده بيعرف يسوق؟ امال ايه، طبعا بيعرف يسوق، دي معاه رخصه، كان بيسوق توك توك. ايه يا سكر، سوقه التوك توك غير سوقه العربيه خالص. عندك حق، عشان كده اتقلب بالتوك توك في الترع، بس بعد كده اشتغل على ميكروباص. ايه، واتقلب بيه برضه في الترع؟ لا، خيش في جراح. ما شاء الله ما شاء الله، باني عليه سواق هايل. خلاص خليه يجي الهناء وهي هتتصرف. ربنا يخليك يا ميت يا منصف الغلابه. وانت بقى سكر بتعرف تسوق؟ لا، انا ما بعرفش اسوق، بس لو عايزنا اشتغل سواق في الشركه انا مستعد اتعلم السواقه. يا ابني انت هتشلني سواق ايه بس؟ امال عايزنا اتعلم السواقه ليه؟ عشان تسوق عربيتك يا سكر. ايه ده، هو انا هشتري عربيه؟ المفروض طبعا يكون عندك عربيه. خلاص تاهت والاناهي، هاتوا لي انتوا العربيه وغزال يسوقها لي. ماشي يا سيدي، خلاص، بس ياك بقى ما تنزلش في الترعه انت وغزال بتاعك ده. لا ما تخافش، ما هم ردموا الترعه. تبقى خديها هناء وهاتوا له العربيه اللي عايزها. حاضر. انا عايز عربيه حمراء. عربيه حمراء؟ اصلا انا اهلاوي. انت طلعت اهلاوي؟ طب انا بقى بالعند زملكاوي. خلاص غير وهات عربيه بيضه. طب واللي بيشجع الاسماعيلي؟ يركب تاكسي العاصمه. 12 لفه جلاش، 12 مكرونه. انا خارج يا ماما، عايزه حاجه؟ ومستعجل ليه؟ ما تستنى ابوك لما يجي وتتعشوا مع بعض. لا لا، هتعشوا مع اصحابي انا. اهو. مساء الخير. خير يا بروف، ايه اللي جابك بدري كده؟ لا، ما انا نازل تاني. نازل رايح فين يا عزم؟ عندي شغل يا كوكا. طب بعد اذنكم بقى، سيبكم تتخانقوا انتوا مع بعض. استنى يا لك، اخبار الاجزخانه ايه؟ بقفلها فتره بالليل. ليه ان شاء الله؟ مفيش حد يقف فيها. يا سلام، ما تقف فيها انت، ولا على رجليك نقش الحنه. يا بابا، وانا ببيع شاورما، دي ادويه. انا مش عارف اعمل ايه في وصال دي، ما بتردش على التليفون. من بكرة هشوف لك واحدة مكانها. اتفضل، طلبات البيت اللي احنا عايزينها. ابقي انزلي انت وابنك، هاتي اللي انت عايزاه. طب عايزين مني حاجة أنا بقى؟ أيوه. أخبار الواد سكر إيه؟ من ساعة المستشفى ما شفتش خلقته. لا، أنا عايزك تقرب منه وتصاحبه وتاخده في عبك. إيه الواد القرف ده اللي أنت عايزه وصاحبه؟ معقولة؟ ده حتى بنات محرم بيكرهوه. من فضلك يا كوكب، سيبيني أشوف شغلي. السكر ده مش سهل،
وبعدين انا اليومين الجايين داخل شويه شغل جامد جدا ومش عايزه يوقف لي زي اللقمه في الزور. ايه بس انا خايف شروت تزعل، وبعدين بقى دي ما بتصدق تتلكك. ما تشغلش نفسك انت بشروت وركز في اللي بقولك عليه، مش عامل لي فيها صايع وسبع رجاله في بعض. سيبني ادورها في دماغي، بس اعمل حسابك الموضوع ده هيكلفك فلوس كتير قوي. انا مش عارف الواد ده طالع واطي لمين. انا عارف. ازيك يا سكر؟ وحشتني. بقول لك ايه، ازاي كام عندكم دلوقتي؟ يا جدع انت بضحك معاك. بقول لك ايه، في خبر حلو عايز اقوله لك. نوره يا سيدي بتقول لك انت وحشني وبتسلم عليك، وتحس كده وهي بتقول الكلمه القلب هيفط من صدريها. ايوه يا سكر، ما اكيد بعد ما ورثت بقيت في نظره عمر دياب. استنى يا سكر، ما تقفلش السكه، انت مستعجل على طول كده. بقول لك ايه، انا اتكلمت مع امي على سفري مصر وهي موافقه، بس بقول لك ايه، شد حيلك وشوف لي الوظيفه يا سكر. ما تقلقش يا غزال، كلها كام يوم وشيعلك. زمالك ايه اللي عايز تدربه؟ ما خلاص جابوا حسام حسن وماشي زي الفل. يا غزال انت مدرب فاشل فاشل. امشي انت دلوقتي يا غزال. اتفضل يا استاذ. شكرا يا ميرفت. بقول لك ايه، البنات اللي قالت لك عليهم ماجي موجودين؟ لا ما عرفتش اتصرف غير في واحده بس. طب ابعتها لي. حاضر. واستعجلي لي ماجي. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي الصحه كده؟ انت حلو. الحمد لله. انت سكر؟ ايوه انا سكر يا عسل. أيوة يا آيتن، يلا تعالي بقى. أنا لسه قاعدة في السرير. زياد قاعد تحت في الجنينة، أنا مش عارفة إيه اللي جابه بدري كده، مش عارفة إيه الأكل العجيب اللي بيأكله لنا ده. أنا والله بطني بتتقطع من امبارح. تفتكري يا آيتن ليه بيحب يعذبنا كده؟ قولي لي يا شاطرة اسمك إيه؟ أنا في الأصل اسمي نبوي، بس لما خدمت في بيوت يامي سموني موني. وتحبي اقولك ايه؟ مش فرق يا سعاده البيت اللي حضرتك تشوف. طب عندك كام سنه؟ انا عارفه. الله، طب ومبسوطه في شغلك؟ عادي. طب قولي لي ايه الاسباب اللي خليتك تشتغلي في البيوت وانت سنك صغير؟ وايه المشكله يعني؟ لا ما هو ما ينفعش كده نبويه، خدي ودي معايا في الكلام. انا مش فاهمه قصد حضرتك يعني يا بيه. انا فاهمك، يعني انا عايز اعرف شويه تفاصيل عنك. يعني سيبها لي سيبها لي. انا يا استاذ زياد انا فاهم انت عايز تقول ايه. انت منين ده يا بنت يا نبويه؟ انا من كفر الحاجه. اجدع ناس. ابوك عايش يا بنت؟ لا ميت. وطبعا امك اتجوزت بعد ما ابوك غار في داهيه. ما كملتش سنه واتجوزت. طبعا، وكلها شهرين ثلاثه وبطنها اتنفخت قدامها. دي مخلفه منه لحد دلوقتي يا سعاده البيه بنتين وولد. طبعا، ما هو جوز امك متفرغ للخلفه بس. ده راجل ما عندوش ريحه الدم، يا اما قاعد مع امه في الاوضه يا متلقح على القهوه بيشرب معاه. وطبعا مسرحك انت واخواتك تخدموا في بيوت الخلق عشان تصرفوا على امه. ايه ده، هو انت تعرف يا سعاده البيه ولا ايه؟ لا ما اعرفوش، بس ياما قابلت كتير من الاشكال المعفنه دي. صباح الخير يا ماجي، ازاي الصحه؟ لو سمحت من فضلك احنا عندنا شغل. اقعدي اقعدي يا ماجي، ده الاستاذ سكر طلع اختراع. استاذ هو فعلا اختراع، بس اختراع دمه تقيل. كمل كمل يا استاذ سكر. بقول لك ايه يا نبويه، كان حدانا في البلد بنت معمصه كده اسمها ستة العمشي. البنت دي بنت ناس غلابه وعلى قد حالهم، خرجت من البلد لابسه جلابيه وطرحه على راسها ونزلت المنصوره تخدم في بيوت الناس، ويا دوب شهرين ثلاثه ورجعت بالجنس والبضي وبقى اسمها زيزي يكلمني شكرا. طب كويس انها جت على الجنس والبضي، ده انت ما تعرفش احنا بنتبهدل في البيوت قد ايه يا استاذ سكر. هو ده بقى يا نبويه اللي انا عايز اعرفه منك، نوعيه المشاكل اللي قابلتيها في شغلك. يعني اتكلم براحتي؟ يا بنتي يا نبويه خدي راحتك، ده اداء الميه تسدك. الاستاذ زياد والاستاذه ماجي مخرجين في السيما قد الدنيا، وممكن يخلوك تمثلي وتبوسي الواو. انا اتخنقت. بقول لك ايه يا زياد، انا داخله جوه، ولما تخلص مع القرف ده ابقى تعالى. ماجي ماجي استني يا ماجي، كمل انت يا استاذ سكر. استاذ سكر انا هشتغل في الفيلا دي ولا ايه النظام؟ ومروحه يا نبوي. ومحدش عارف بكره هيحصل ايه وهيجرى ايه وهيعمل ايه في ده. ومحدش عارف بكره بداري ايه وجاي بايه ومخبي ايه ليه ده. حسد وقرف
تحلم والدنيا مركب ماشي بينا. محدش عارف بكره هيحصل ايه ولا يجرى ايه وهيعمل ايه فينا. محدش عارف بكره بداري ايه وجاي بايه ومخبي ايه لينا. بحالها وعالم فرحي واحزان والدنيا دي ماشيه بكيفها واللي عارفها كويس عمره ما يديها امان. ورا البيبان المقفوله ناس مشغوله بحالها وعالم فرحي واحزان والدنيا دي ماشيه بكيفها واللي عارفها كويس عمره ما يديها امان. فيها ناس بسيطه وناس حويطة وناس عاملة عبيطة على ناس. فيها ناس فاهمة وناس متفاهمة وناس مش فاهمة عايشة وخلاص بيقولوا للحيطة دارينا. محدش عارف بكرة هيحصل ايه ولا يجرى ايه وهيعمل ايه فينا. محدش عارف بكرة بداري ايه وجاي بايه ومخبي ايه ليه. ولا عدلة وما هيش عدلة والحلو فيها ما هوش باين. مصدرة تملي الطرشة وعندك هرشة مش عارفة مخلص من خاين. يا دنيا